السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، طاب مساءكم. أزول قناة 22 غطت البارحة بالعاصمة الفرنسية باريس تظاهرات إحياء اليوم العالمي للعمال. كنا متواجدين ولقد رأينا عن كثب قوة النقابات الفرنسية والضغط التي تضعه على كتفي السلطة. سوف نحاول التحدث مع الأستاذ مسعود بوديبة الأمين العام الوطني للكنابيست والأستاذ بوعلام عمورة الأمين العام الوطني لنقابة ساتف بمعية محللنا السياسي الأستاذ سعد بوعقبة للحديث عن نقاط قوة ونقاط ضعف النقابة في الجزائر. أهلا وسهلا بكم أنتم على قناة 22. عندنا وقفة كما العمال تاع كل العالم، ولاية الجزائر قررت الاتحاد العام ولاية الجزائر تعمل وقفة كما هي كما العمال العالم كله. احنا اولا نتمن كل ما اتى من قرارات من طرف رئيس الجمهورية فيما يخص زيادة للوظيفة العمومي، فيما يخص المعاشات التعليمية، ونتمن ايضا قرارات تاع الامس هو زياده في العطل تاع العيد الكبير والعيد الصغير، وهذا يصبح من تقدم اجتماعي ونقال بروغري سوسيال. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. معنا الاستاذ مسعود بوديبة الامين العام الوطني للكنابيست. اهلا وسهلا بك استاذ مسعود، مبروك عليكم اليوم العالمي للعمال ومبروك لكل العمال الجزائريين. أستاذ بوديبة، البارح ذكرتم في مداخلتكم بأن العائلة الجزائرية في خطر، هل تظنون بأن قيمة العامل في بلدنا أصبحت أقل من قيمة العامل في باقي الدول؟ وبأي حال جاء هذا العيد بالنسبة للعامل الجزائري؟ فعلا والمساء الخير لكم والضيوف الكرام ولكل المشاهدين. فعلا نحن هذا الامر ليس اليوم وفقط، تقريبا في كل مناسبه لعيد العمال العالمي المصادف للفاتح ماي من كل سنه نجد انفسنا في تراجع رهيب، سواء ما تعلق بالمستوى المعيشي بالنسبة للعامل أو بالنسبة للغاية التي هي في انخفاض مستمر وتنذر بالخطر، أو بالنسبة لقيمة الدينار أو المراجع التي تبين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن وبالنسبة للعامل هي في تراجع وفي تدهور مستمر. ولذلك نحن بأن الوضعية المعيشية بالنسبة للمواطن اليوم وبالنسبة للعامل هي في الحضيض، ولما يكون معناها هو تهديد لتماسك المجتمعي وتهديد بالنسبة للاستقرار المجتمعي، وهذا ينذر بانفجارات غير متحكم فيها إذا لم نسارع لوضع مراجع لسياسة الأجور في الجزائر. ونحن قلنا البارحة بأن سياسة الأجور تفتقد للمعايير الأساسية التي تبنى عليها جمعية العيش بناء على المواد الأساسية. نجد أن المستوى المعيشي من أخفض المستويات المعيشية في سواء في على المستوى الإقليمي أو على المستوى دول المرجع التي نقارن بها أنفسنا. كذلك بالنسبة لي سياسة التوظيف اليوم في الجزائر، هناك توجه خطير لاتساع دائرة التعاقد ولا استقرار من حيث الأجور، لا تغطي القوت اليومي بالنسبة للمواطن، وبالتالي فهذا أمر ننذر بإخاء نراه من الخطر الذي يهدد العالم في الجزائر ومن الخطورة بمكان لما نسكت عن هذه الأمور التي تحدث في بالنسبة للجزائر، يعني بالنسبة للطبقة الشغيلة في الجزائر. هنا التعسفات والتعديات التي نعيشها على مستوى المؤسسات، على مستوى المؤسسات وعلى مستوى القطاعات، التعسفات وخروقات وتجاوزات وبدون حسيب وبدون رقيب، ولا أحد يمكن أن يوقف هذا الأمر. لما يولي المسؤول يفعل ما يشاء، لما نوجد نقابيين يفصلون عن عملهم
ورغم أن العدالة تنصفهم ولديهم أحكام ولسنوات بأنه من حقهم بأنهم يرجعوا للعمل تاعهم، إلى اليوم ما يرجعوش للعمل تاعهم. يعني أناس يفصل مجرد الانتماء إلى نقابة، يفصل أو يحال إلى مجلس التأديب أو يحال إلى يعني إلى الهيئات يعني العقابية. هذا أمر كذلك خطير جدا يحدث على مستوى يحدث في الجزائر، وهذه أمور نحن عندنا رئيس نقابة الصاب بالنسبة للبريد منذ 6 سنوات وهو موقف، العدالة انصفته ومن المفروض الحكم يرجع للعمل، لكن إلى اليوم ما زال هو وزميله المكلف بالإعلام وزميله الثالث مجرد انخراطه في هذا التنظيم تم توقيفه مؤخرا وإحالته إلى مجلس التأديب. إذن هي بواهر خطيرة جدا اليوم تحدث على مستوى المؤسسات العمومية والعمومية الاقتصادية. اليوم العامل في الجزائر يعيش ظروف صعبة جدا. مؤخرا نصل إلى مشاريع قوانين تعد بصورة فردية فوقية وتوضع على مستوى البرلمان ويتم مناقشتها بشكل يعني بشكل هكذا سطحي، ويتم المصادقة عليه ويصادق عليه على مستوى الغرفة السفلى اللي هو البرلمان وكذلك مجلس الأمة، وممكن على أيام يتم صدوره في الجريدة الرسمية إذا لم يتم معارضته من طرف رئيس الجمهورية. ولذلك فنحن منذ البداية يعني منذ ظهور هذه المشاريع نحن كنقابات مستقلة كنا نطالب بضرورة سحب هذين المشروعين وبضرورة إعادة النقاش وإشراك النقابات المستقلة في الموضوع وبناء قوانين محترمة، قوانين تتوافق الدستور، قوانين تتوافق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مع العلم أنه في هذه الفترة بالذات من السنة الماضية عندما صدر بيان مجلس الوزراء، في هذا البيان تم الإعلان على العمل على صدور قانون إطار لكن بإشراك النقابات يعني بالتشاور والنقاش مع النقابات مع المهنيين والنقابات إلى آخره. وفي نفس البيان وفي نفس التصريحات تم التشديد على أن هذه المشاريع يجب أن تراعي المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادقة عليها من طرف الدولة الجزائرية، مع التقيد بالقوانين التي لا تمس بمصداقيتها ولا تمس بمصداقية الجزائر. لكن لما نروح إلى محتوى هذين القانونين نجد بأنها جل التعديلات هي خرق للدستور الضامن. لما نقول الدستور يضمن حرية العمل النقابي أو يضمن حق الإضراب، الضمان هو معناها وضع حواجز أمام المستخدم وليس وضع حواجز للنقابات في ذاتها. للأسف اليوم نوجد بأن مسؤولي القطاعات المختلفة يتصرفون بحرية والتعسف لا يعاقب عليه، ونعطيه أدوات قانونية اليوم معناها نصدر قوانين نعطيهم آليات أن الذي كان يسمى تعسفا يصبح عنده غطاء قانوني، الذي كان يسمى خرقا يصبح له غطاء قانوني، والذي يسمى تجاوز للدستور نعطيه سند قانوني ولا يهم التجاوز على الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. إذا نظن بأن عندما نعطي لقانون الاتفاقية المعاهدة 87 التي صادقت عليها الجزائر منذ الاستقلال والتي تمنع أو لا يعني لا تجيز مسألة حل النقابات، في هذين القانونين أعطوا كل الحرية تقريبا وأعطوا واحد الآليات واحد السهولة لحل النقابات في عشر حالات يعني معناها مططوا حتى عملية الحل بس الإداري يقدر يؤول مثل ما يشاء. نعم، سنتحدث عن هذا الموضوع في هذا النقاش أستاذ بوديبة. أهلا وسهلا بك أستاذ بوعقبة، أعلم أنك كتبت العشرات من المقالات عن العامل الجزائري وعن النقابات. رانا نشوف باللي في فرنسا النقابات شلت وسائل النقل منذ شهرين، في ألمانيا النقابات شلت وسائل النقل في مارس الماضي، العديد من الدول الفرنسية البارح خرجوا فيها قرابة 1 مليون شخص. في الجزائر الناطق الرسمي باسم لوجيتيا يثمن اليوم الثالث العيد ورفع الأجور، لماذا تقبل النقابات في بلادنا بالفتات وتخاف من التصعيد؟
الذي هو سلاح خلاص انتهت، ما عندها سلاح الآن، انتهت، لأن نسبة كبيرة من القيادات النقابية المختلفة هي عبارة عن امتدادات للانتهازيين عندهم علاقة بالسلطة، سواء في النقابات الخاصة ولا في النقابات الحكومية، يعني اللي تصير في فلك وضع قيادات النقابات في الجزائر أصبح من حيث الانتهازية والتفريط في مصالح العمال أكثر من حالة الأحزاب السياسية المشاركة بالحكم أو المعارضة للحكم بإذن الحكم. يعني حقيقة البلد الآن موش فقط تمحات المظاهر السياسية، تمحات أيضا المظاهر النقابية والعمال اللي فراوهم المصيرهم، أصبحت المسائل الحيوية تتعلق بالقوة الشرائية وتتعلق بالأجور وتتعلق بالبطالة وتتعلق بالحياة الاجتماعية للعمال، أصبحت مشاكلها قد الجبال، ولكن لا أحد يتكلم. حتى في وقت العصابة والفساد كانت على الأقل هناك ما يسمى بالثلاثية، يعني البطرونة والعمال وقيادة العمال اللي هي جزء من البطرونة أيضا وسلطة، يعني كان على الأقل يشاورهم في كثير من الحاجات اللي يتخذوهم في قانون المالية، في القوة الشرائية، في بعض الأمور كانوا يشاورهم، حتى ولو كان المشاورات كانت شكلية لكن كانت تم. أما الآن فلا شيء من هذا القبيل، يزيدوا الأجور ما يعيطولهمش، يديروا قوانين تخص البطالة ما يعيطولهمش، يديروا التقاعد يعالجوا مشاكل حيوية بالنسبة للعمال ما يعيطولهمش، القوة الشرائية ما كان حتى واحد يهضر عليها لأن أصبحت أكي بالنسبة للسلطة، دير كما تحب في الحكاية تاع طبع الأموال بدون مقابل، وبالتالي الذهاب للتضخم وقتل، وهي في الحقيقة التضخم هو عبارة عن ضرائب مقنعة للشغيلة، يعني ما يعني فعلا الأمور أصبحت مقلقة. والشيء اللي راه يحصل الآن عند العمال فقدوا موش فقط الثقة في السلطة، ولكن فقدوا أيضا الثقة التامة في قيادتهم، وبالتالي لو كان كشما يقع في البلاد من حراك عمالي خارج إرادة السلطة وخارج إرادة النقابات الماشية في طريق في فلك السلطة، سيحدث ما لم يتوقعه الحكم، يعني سيجد الحكم نفسه خارج لعبة به بالنقابات اللي دجنها أو قام بعملية الالتفاف عليها. يعني حقيقة في النظر العام السلطة تظهر أنها انتصرت على النقابات وانتصرت على العمال، ولكن في الحقيقة هي سحرت الحياة السياسية، وبالتالي خرجوا من نطاقها العمال، وممكن إذا كان وقعت حركة كورون سياسية عمالية قوية ستعصف موش بالقيادة تاعهم برك، تعصف أيضا بالسلطة بدون كذا، وهو خطر كبير كما كاين الخطر السياسي تاع الأحزاب والتسحير السياسي، كاين خطر نقابي أيضا وتململ كبير في الوسط العمالي، وخاصة العمال الأجراء البسطاء الذين تطحنهم القوة الشرائية طحنا كارثي لم يحدث في الجزائر المستقلة أبدا. أستاذ بوديبة، البارح شفنا في قناة 22 كانت متواجدة في العاصمة باريس، وشفنا تواجد قوة النقابة على أرض الواقع، شعارات شديدة اللهجة تجاه السلطة، من بينها نحن من ننتج، نحن من نقرر. النقابات في فرنسا وفي العديد من الدول الغربية تقف الند للند مع القرارات السياسية. هل عندكم إحساس باللي في الجزائر النقابات تاع السلطة غلبت النقابات تاع العمال؟
هو في الحقيقة واضح من خلال الحراك النقابي في دول الشمال أن سياسة الدول وإرادتها في هذا التوجه تختلف عن ما يحدث عندنا نحن في الجزائر وفي دول العالم الثالث. اليوم نحن نعيش مقاومة ومنذ يعني عشناها منذ انفتاح 89، يعني خصوصا من بداية الألفية الثالثة إلى يومنا هذا، هناك مقاومة كبيرة جدا من طرف السلطة الإدارية التي رفضت حقيقة الانفتاح النقابي ووجود نقابات مستقلة تراقب المسؤول وتراقب التسيير وتراقب يعني السياسات الاقتصادية المختلفة. هذا الأمر يعني كي السلطة الإدارية رافضة تماما للتعامل الند للند والتعامل كشريك مع النقابات. وعلى هذه المقاومة جعلت من الإدارة أنها تعمل على المساس يعني بالفعل النقابي وتمييع العمل النقابي ومحاصرة الثقافة النقابية في حد ذاتها، لأنهم يرون بأن بقدر ما يكون هناك وعي نقابي، بقدر ما تكون هناك ثقافة نقابية، بقدر ما أن يعني أصحاب الريع والمسؤولين الفاسدين إلى آخره واللي فاشلين في التسيير واللي ما عندهمش القدرة على الحوار والتفاوض، هاد الناس هذوما ما يساعدهمش العمل النقابي القوي. ونحن كنقابة كنابلس في الجزائر عانينا منذ عشريتين كاملتين صراع كبير امام مسؤولي القطاع، والى اليوم يعني النقابة اثبتت قوة التعبئة تاعها وقوة الاقتراح وقوة التفاوض، وحتى ولما نروحوا للاضراب اثبتنا الوجود تاعنا الحقيقي. إذن هذه النقابة يجب ان تحارب ويجب ان لا نترك لها مجال بانها ترس يعني الوعي الموجود انه ينتقل الى جهات اخرى. هذا واقع حقيقي موجود اليوم. بالنسبه لي للاسف الشديد ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالمناسبه انا اترحم على الشهيد عيسى إدير اللي هو يعني مرجع بالنسبه لنا جميعا. هذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ ان تخلى عن دوره النقابي بعد الاستقلال واصبح اداه في يد السلطات المتعاقبه، والى اليوم لا زال يعني اداه، وللاسف الشديد هو اداه بيد المسؤولي هذا يعني. هذا هو السؤال تاعي اللي كنت نطرحه عليك استاذ بوديبه. سيدي سعيد جعل من لوجيتيا اداه للانتخابات في خدمه بوتفليقه مع مباركه العمال، لماذا المئات من الالاف من العمال مازالوا يقبلوا بلوجيتيا كمفاوض نقابي بينهم وبين السلطة، عندما تسمع هذاك اللي يتكلم باسم لوجيتيا يشكر ويثمن مساعي الرئيس وزاد زوج دوره للعمال وهذه الزيادات في المعاشات بعد 5 سنين ولا 6 سنين لا تساوي شيئا لأن التهاب الأسعار سوف يقضي على هذه الزيادات، ألا تظنون بأن يجب على العمال أن يقوموا كذلك بحراكهم لأن القضية أصبحت قضية خطر على العائلة كما ذكرتم البارحة؟ والله بالنسبة لهذه التصريحات هي لا تمثل العمال وميدانيا لا أثر لهم ميدانيا. هم قلت لديهم سلطة إدارية على مستوى القطاع الخاص نوعا ما، خصوصا وان العمال جلهم الا ما اقول كل يعني تقريبا كلهم موظفين بالتعاقد، والموظف بالتعاقد العديد منهم يسرح مجرد انه يرفض او يوقف ضد الى اخره، لكن هم لا يعني لا يعترفون في الغالب بتمثيل هذا النوع من النقابات. لكن للاسف الشديد الاداره في يدهم اليوم، الصناديق المجالس الاداريه يعني عندهم سلطة عليها وعندهم دعم من يعني من السلطات، وبالتالي كاين وهذا قلت يعني مقاومة السلطة الإدارية لرفض النقابات المستقلة. ولما نروح نقرأ القوانين الحالية هي قوانين تضيق العمل النقابي خصوصا على النقابات المستقلة،
النقابات المستقلة هي مستقلة عن الأحزاب ومستقلة عن أرباب العمل ومستقلة عن الإدارة، لكن اليوم النقابة التي تزكي السياسات المختلفة بالنسبة للحكومات المتعاقبة يعتبرون هذا الفعل هو فعل نقابي وليس سياسي، لكن النقابات المستقلة اللي راهي تناضل في إطار قوانين أساسية صادقت عليها الإدارة وبصفة مستقلة يراد أن يروج لها وكأنها بأنها تنتمي إلى أحزاب أو تسيرها أحزاب أو تسيرها شخصيات سياسية، وهذا غير موجود تماما على مستوى الميدان. وأنا أقول بأنه صحيح أن النقابات المستقلة ليست من القوة، يعني لأنها في الغالب تمثل قطاعات وتمثل فئات، لكن نحن نسعى لإنشاء كونفدراليات على غرار كونفدرالية النقابات الجزائرية، ونتمنى بأننا نصل إلى مستوى من خلال هذه الفدراليات والكونفدراليات أننا نصنع موازين قوى ونصنع قوى اللي ممكن في المستقبل أنها تكون لها الفرصة أنها تتوزع على مختلف القطاعات وأنها تكشف حقيقة التمثيل النقابي بالنسبة للنقابات المستقلة. هو واقع موجود، هي حقيقة موجودة، هناك إفلاس على مستوى النخبة أو على مستوى الفعل السياسي، والعمل النقابي يقاوم. أنا أقول بأننا نحن كنقابات مستقلة نحن نقاوم نقاوم لأجل حماية الطبقة الشغيلة ولأجل حماية ما تبقى يعني من الأمل بالنسبة للعمال. اليوم العامل الجزائري مهدد حتى في المؤسسات العمومية، المؤسسات العمومية مهددة، هناك توجه لفسح المجال لليبرالية متوحشة، والليبرالية المتوحشة في الجزائر ستستعبد العمال وستجعلنا عبيدا إذا لم ولذلك نحن حذرنا ويعني قلنا بأن هذا الأمر خطير جدا وينذر بالخطر بالنسبة لمستقبل العمل في الجزائر وبالنسبة للقطاع العام وبالنسبة للدولة المجتمعية في الجزائر. للأسف الشديد الإرادة السياسية أو إرادة السلطات لم نراها، خصوصا مع هذين القانونين اللذان أسسا للتضييق الحقيقي بالنسبة لحرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم، وتؤسس فعلا إلى التضييق على النقابي وحل النقابات وتعليق النقابات. أستاذ بوعقب أعود إليك، رانا نشوف في الصور الحصرية تاع قناة 22 اللي كانت البارح في باريس، كان هنالك جون لوك ميلانشون لي زانسومي استعمل كلمات شديدة اللهجة تجاه السلطة وتجاه ماكرون، طالبه بالرحيل وقال بلي استقالة ماكرون كانت مطلب تاع النقابات الآن أصبحت مطلب شعبي. العديد من الناس اللي كانوا متواجدين العمال استعملوا شعارات خطيرة جدا تجاه ماكرون تجاه السلطة، صوروه بطة تاع فرماج بريزيدون، صوروه عريان قالوا له راك عريت العام الفرنسي، قالوا له احنا اللي ننتج احنا اللي نقرر سوف نشعل فرنسا إذا لم تستمع إلى أصواتنا ومطالبنا، رغم أن المجلس الدستوري قد أقر هذه القوانين، لكن العامل الفرنسي والنقابة الفرنسية خرجت للشارع ولم تثنيها الأمطار ولا الرياح ولا البرد ولا السخانة عن الوقوف وجها لوجه للسلطة. في بلادنا كانت تخرج هذه النقابات وتستعمل صورة واحدة كان يديروهم تحت الرقابة القضائية، لماذا السلطة في بلادنا اللي يدير دائما كوبي كولي على فرنسا ما ديرش كوبي كولي على التعاملات، حتى وإن حضرت الشرطة بقوة وأجهزة الأمن بقوة، لكن كان هنالك حرية في التعبير وفي السير وفي المطالبة بحقوق العامل في العاصمة باريس؟ الأمر مختلف بين فرنسا والجزائر، لأن النقابات في فرنسا نقابات تمارس النضال من أجل حقوق العمال المهنية والمادية ومصالح العمال، ولما السلطة السياسية تركب رأسها وما تسمعش لمطالب العمال النقابية هذيك الساعة تتحول النضالات النقابية إلى نضالات سياسية، تولي مطالب سياسية. وشفنا في 68 كيف عصفوا بالجنرال دوغول وما أدراك، والآن هاك تقول بلي راه ممكن يعصفوا برجل عنده ما عندوش عام ولا عام ونص من اللي انتخب، ولا يعني فعلا لما السلطة السياسية
ما تحترمش الإرادة النقابية للعمال، يتحول النقابيون بانفتاحهم على المجتمع الى ما يحول امورهم الى مسائل سياسيه. احنا عندنا العكس، اللي يحصل ان النقابات وخاصه النقابات الحكوميه، النقابات تاع اتحاد العمال اللي لصيقه بالحكومه، ما يمارسوش النقابات، يمارسوا السياسه. 20 سنه والاتحاد العام للعمال الجزائريين تحول إلى لجنة مساندة سياسية، حزب سياسي داخل يشابوتي مجمل الأحزاب السياسية الأخرى، لا فلان ولا رندي وكذا، والويزة حنون وكذا، كل الأحزاب والإسلاميين وكل كل تابعين تقريبا للاتحاد العام للعمال الجزائريين. الحكومة تتحدث مع العمال وديرهم ثلاثية، وما تتحدثش مع السياسيين. يعني حقيقة كانوا يمارسوا السياسة أكثر من الأحزاب. وبالتالي لما الآن السلطة انتصرت على الغات السياسة، الغات أيضا السياسة تاع العمال، وبالتالي هما من بكري ما يمارسوش الفعل النقابي، وكانوا يمارسوا الفعل السياسي وبه يتغطوا على الفعل النقابي. لما الغاو لهم الفعل السياسي، الان ما عادش عندهم لا فعل سياسي ولا فعل نقابي. ولذلك راه التيه العام في البلاد للنقابات وللعمال. والان العمال ما كان حتى واحد يدافع على مصالحهم. يعني الان استبداد طاغي ومظالم كبيره في المؤسسات سواء العموميه ولا الخاصه. يعني المديرين والمالكين للمؤسسات وكذا يعبثوا كما بحقوق العمال بالتشريع الموجود، يعبثوا به كما يحبوا. ما كاش لا كنترول ولا رقابه ولا ممارسات نقابيه، ولا ما ينجمش اي واحد يدير نقابه في اي مؤسسه خاصه، والله حتى في المؤسسات العامه اللي ترفض عمل نقابي. اذا ماهوش فقط هذا المسار تاع 12-12 عطل الحياة السياسية، أيضا عطل الحياة السياسية بار لا سويت، عطل الحياة النقابية. وبالتالي الأمور لها خطيرة جدا والاحتقان عالي جدا في أوساط العمال. أستاذ بوديبة، لا تظن بأن المطالب الاجتماعية تاع النقابات الجزائرية جلها، لكي لا نقول كلها، انحصرت في المطالب الاجتماعية، علما بأن المطالب السياسية هي التي دائما تضمن المطالب الاجتماعية للنقابات؟ النقابات في فرنسا طالبوا بإسقاط ماكرون الدكتاتوري البارحة، إسقاط الجمهورية الخامسة وإرساء الجمهورية السادسة. كل هذه المطالب السياسية جعلت من السلطة تعطي قيمة للنقابات في بلادهم. لكن في بلادنا الناطق باسم لجيتيا يثمن زيادات تاع زوج دورو في المعاش وفي الرواتب، ويقول باللي سي ان بروغري سوسيال، الوغ كو البروغري سوسيال كان متعود عندك قوه سياسيه ضاربه لا يمكنها ان تصل الى حل والى اذان صاغيه. ورانا نشوفوا باللي السلطه تاعنا لا تنظر الى النقابات الا من علي، لانها تحقرها وترى منها متعامل ضعيف جدا، خاصة مع تواجد العشرات من النقابات. ألا تظن أستاذ بوديبة بأن ضعفكم يكمن في تفرقتكم، ويجب عليكم أن تتحدوا تحت مظلة واحدة؟ هي حقيقة نحن نقول لا يمكن أن نقول بأننا نحن أقوياء ونحن لازمنا، يعني لم نصل إلى المستوى الذي يؤهلنا ممكن إلى أننا نلعب دور التوازن الحقيقي اللي لازم تلعبه النقابات، لأن النقابات من المفروض تكون هي الميزان، هي الشعرة التي يعني تكون ميزان لجميع القوى. لكن نحن مازال ما وصلناش إلى هذا المستوى. نحن نبني في أنفسنا، يجب أن نعرف أن الوعي النقابي ميدانياً ليس بالمستوى الذي يمكن أن يؤهلنا أن نرتقي ممكن إلى مطالب أقوى من ما هو موجود. اليوم ما يجمعنا والشيء اللي يقدر، نحن على مستوى نقابتنا، الشيء اللي يقدر يخلانا نجمع كل الأطياف
ممكن هو تلك المطالب المهنية والاجتماعية والمرتبطة بالسياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية هي اللي ممكن جمعتنا كأطياف مختلفة. المتتبع ممكن أن ماذا حدث أثناء الحراك وبعد الحراك، ذلك الاصطفاف وذلك الاستقطاب الذي حدث، وهذا دليل على أن مستوى الوعي لا زال يجب أن نعمل على يعني مدايات ممكن متوسطة وبعيدة المدى ممكن لنصل إلى هذه المستويات. أنا أظن بأنه يكفي لو النقابات تجتمع على المطالب المهنية والاجتماعية بإمكانها أن تفعل الشيء الكثير. نحن لو النقابات توقف هذا التدهور الرهيب بالنسبة للمقدرة الشرائية في الجزائر وتضع سياسات أجور تحمي كرامة العامل في الجزائر، معناها تحمي كرامة الإنسان وتحمي كرامة العائلات الجزائرية، نظن بأن هذا الدور كبير لو نقدروا نتحدوا عليه ونقدروا نجمعوا. نحن البارحة فقط إلى حد الساعة ما زال يعني حتى تدخلت المنظمات، منظمة العمل الدولية عن طريق المكتب الدولي للشغل، تم تعديل جزئي للموافقة على إنشاء الاتحادات والفيدراليات والكونفدراليات. نحن البارحة إلى اليوم كونفدرالية النقابات الجزائرية يجري بناء تكتلات نقابية للاتحاد على أرضيات مطالب مشتركة. ولذلك ففي ظل أننا أنا قلت بأن الدور الرياضي اللي كان لازم يقوم به الاتحاد العمال للعمال الجزائريين وهو كقوة وازنة وأشبه الوقت لتزكية كل السياسات، وللأسف الشديد يعطي عناوين لا حقيقة لها في الميدان. البارحة فقط في 2016 عندما كنا نرافع من أجل الوقوف ضد إلغاء الأمر 97-13 المتعلق بالتقاعد النسبي وتقاعد شرط والتقاعد دون شرط السن الذي كنا نراه نحن أحد مكاسب العمال، اتحاد العام للعمال الجزائري راح يقنع في العمال على خصوصا في رويبة وفي مصنع الحجار إلى آخره من أجل أنهم يعني ما لازمش يدخلوا في حركات احتجاجية لأنهم راح يدخلون في إطار المهن الشاقة بعد 8 سنوات إلى اليوم لا جديدة على المهن الشاقة، وبالتالي هو دورهم أنهم يعني دائما يعملوا في إطار في المسار غير الذي لا يخدم العمال ولا يخدم النقابات. إذن إن قلت نحن في طور البناء، نحن نبني، ما زلنا اليوم حتى النقابات المستقلة أنتم تعرفوا بأن يتدخلون في حتى في إنشاء النقابات وينشئون نقابات برؤوس أحيانا مثل ما يريدونها. نحن والنقابات المستقلة اليوم اللي راهي تعارض السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية راهي يحاولون أنهم يخلقوا لها مشاكل بطريقة أو بأخرى. إذن مقاومة الإدارة للتعددية النقابية وللعمل النقابي الحقيقي بدعم من مختلف مسؤولي القطاعات المتعاقبة ونقابات مستقلة فئوية أحيانا ولم يفسح لها المجال من أجل إنشاء تكتلات قوية راهي تقاوم كذلك من أجل نشر الوعي النقابي ومن أجل نشر ثقافة نقابية ومن أجل وضع يعني مراجع نقابية حقيقية ذات مصداقية وذات نزاهة. ونحن نقول بأنه إذا ما دعمناش فعل النقابي الحقيقي معناها نحن نرهن يعني التماسك المجتمعي، نحن نرهن عفوا الاستقرار على مستوى المجتمع، والانفجارات ستأتي إلى لم تأتي اليوم ستأتي غدا. إذا ما فتحش المجال باش تكون هناك حركات منظمة في دول الشمال يحترمون المجتمع المدني ويحترمون تأطير المجتمع المدني والنقابات للمجتمعات وللأنظمة النقابية، نحن اليوم نحارب النقابات من أجل أن نفسح المجال للفوضى ولا تنظيم ولا استقرار ولا سلم في المجتمع. ولذلك نحن ما زلنا نطالب بحق التنظيم وحرية ممارسة العمل النقابي وحرية التعبير، لأن هذان العاملان سواء الحريات النقابية أو حرية التعبير هما عاملان أساسيان للتقدم والسلم والتطور في البلاد. أستاذ أبو عقبة، أنت تعلم جيدا كما صرح أستاذ بوديبة بلي تكميم الأفواه
وخرق الحريات خاصة حرية النشاط النقابي خطر على الجزائر. لويزا حنون رئيسة حزب العمال، عندما نتحدث عن العمال نتحدث دائما في أي دولة عن حزب العمال لأنه بوصلة العمال. هذا الحزب يتحدث دائما عن الخطر الخارجي المحدق بالجزائر، لكن لا تتكلم أبدا عن الخطر الداخلي، كاين الآلاف من العمال دائما يراسلوننا طردوهم من صون الغاز، الآلاف أستاذ بوعقبة ما تهدرش عليهم، ويهدروا على زوج دورو زادها لهم تبون في سلاك، والله زاد لهم نهار في العطلة تاع العيد بعد العيد. هي المبرر تاعها أنها تتكلم على السياسة، ما تحلش محل العمال في الممارسة النقابية، ولكن الحقيقة هو نوع من الهروب من مواجهة الحقيقة، لأن حزب العمال معناها الحديث على قضايا العمال جزء من السياسة تاع الحزب، يعني المفروض يكون هذا أساسي في الأمر. هذا من جهة ثانية، هذا التصحر السياسي اللي راه يضرب كل الأحزاب تاع المعارضة وتاع الدولة وتاع السلطة وكذا، راه ينذر بخطر داخلي أخطر من الخطر الخارجي اللي راه السلطة تحاول تقولب حوله الآراء كلها تاع الأحزاب وتاع الجيش وتاع المنظمات وتاع المجتمع المدني وتاع كل الطبالين والزرنزية اللي يطبلوا النظام. قال راه الخطر الداخلي ما كاش، كاين الخطر الخارجي. أنا أتوقع أنه قد يلجأ العمال والشعب بصفة عامة إلى إضراب عام يتجاوز إرادة النقابات ويتجاوز إرادة السلطة، وفي الحالة هذه سيحدث للسلطة ما حدث لها في حكاية الحراك، ما تلقاش حتى العام تهدر، لأن إذا كان الغضب العام خرج من يد النقابات وخرج من يد الأحزاب وخرج من يد التنظيمات الشكلية اللي دارتها السلطة بإرادة السلطة أو بدون إرادتها وراح للشارع، فإن الأمر يكون ليس خطيرا على السلطة فقط، ولكن خطير حتى على البلاد، لأن أي حركة عاصفة وقوية مشحونة بالشيء اللي راه التوترات اللي راهي حاصله في البلاد قد تؤدي الى نتائج ما نجموش نتحكموا فيها، ما تنجمش تحكم فيها لا السلطه ولا حتى الخيرين في المعارضه ولا القيادات تاع اللي يقولوا انها عاقله في الحراك ولا في التنظيمات الاجتماعيه. يعني حقيقه هذا القفزه اللي دارتها السلطه في مجهول ب التصحر السياسي والتصحر النقابي هي في الحقيقة تريد إنهاء مواجع الإقلاق السياسي والنقابي للسلطة، ولكن في الحقيقة هي تفتح نعش للسلطة، لأن في النهاية المجتمع الذي ليس فيه سياسة وليس فيه نقابة يعتبر مجتمع في الكومة، وإذا كان سكرات الموت، إذا كان المذبوح كيديك، إذا كان خرج من سكرة الموت ما تعرفش كيفاش يتسكك وكيفاش يحدث اللي يحدث لو كان ينوض الشعب. حقيقة راها تلعب في مجهول، وهنا الأمر الداخلي يكون أخطر على الأمن المعنوي للشعب وعلى الأمن العام للشعب من حتى الاعتداءات الخارجية اللي راهم يهولوا فيها ويقولوا هي اللي تحمل الخطورة الأكيدة على الشعب الجزائري. أستاذ بوذيب، أنهي معك بنفس السؤال الذي بدأته معكم، قلت باللي العائلة الجزائرية في خطر لأن العامل الجزائري الآن أصبح فقير جدا، لأن الشعب الجزائري أصبح فقير، الأسعار التهبت والمدخول تاعو لم يتغير إلا بزيادة 10 أورو ولا 20 دولار، وهذا لا يغير من حياته شيء. رانا نشوفه في المسيرات تاع الكتل النقابية في باريس 10 ولا 20، كل واحد عنده الكاميو تاعو، عنده المظلات تاعو، عنده الكاسكيطات تاعو، عنده التيشيرت تاعو، عنده البراسار تاعو، عندهم لي باج تاعهم. تنظيم رهيب كان كجواب ضد
تعسف قانوني استعمله ماكرون والسلطة الحاكمة لتمرير قانون ما قبلتوش النقابات. إذا قمنا بالدراسة مقارنة بين ما حدث في فرنسا والقانون تاع الذي أقره كذلك المجلس الدستوري في بلادنا بس يمنعكم أنتم النقابات من النشاط، ألا تظن بأن ردة فعل تاع النقابة الفرنسية وردة فعل تاعكم بين بعد السماء والأرض؟ لماذا النقابات في بلادنا ما خرجتش للشارع باش تقول هذا السلطة باللي هذا القانون غير مقبول جملة وتفصيلا لفائدة السلطة؟ لأنكم لو خرجتم للشارع وقمتم بإضراب عام وتم اللي تسيروه خير من يكون هنالك إضراب لا تتحكمون فيه كما كان يهضر الأستاذ بوعقبة ويجعل الجزائر على فواهة بركان. أستاذ بوديبة وصلتك مكالمة، هل ممكن تعود الجواب من فضلك؟ قلت نحن يعني منذ يعني بروز ملامح مشروعية القانونين من طرف وزارة العمل كان تحرك على مستوى النقابات التي تنتمي إلى كونفدرالية النقابات الجزائرية، وأعلننا على إضرابات وأعلننا على كانت آخر وقفة أعلننا عليها هي في برومي ماي. أقول بأنه ليست يعني يعني بالقوة التي نتكلم عنها هناك في فرنسا أو في، لأن أنا قلت بأن كاين هناك خوف ميداني، كاين هناك ترهيب على مستوى العمال، كاين هناك تهديد بفصل العمال، كاين هذه الأشياء نحن دائما نأخذها بعين الاعتبار حسب المستوى يعني القوة تاعنا وحسب مستوى توزع القوة تاعنا، وبالتالي نقوم بالأشياء اللي نقدروا عليها. ونظن بأن الوقفة تاع البارح يعني الناس ما كانوش يظنوا بأنهم يعني يقدروا، لكن رغم ذلك كاين تنقل كبير من الولايات من الجنوب من الشرق ومن الغرب ومن الوسط، وبالتالي هناك تعبير صريح على أن الناس راهي رافضة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية وسياسة التشريعات التي تحدث الآن. اليوم لما نوجد برلمان اللي هو ممثل للشعب في يد السلطة التنفيذية، مستوى يعني ما يقدرش يناقش، على الأقل يناقش القانون بالمستوى اللي يحبه هو. نجد بأن توجيه النقاش فرضته السلطة التنفيذية على مستوى ممثل للشعب، ولذلك لما توجد السلطة التشريعية تتحالف مع السلطة التنفيذية معناها اليوم العامل هو يتيم في الجزائر في ظروف صعبة جدا، ظروف معيشية صعبة جدا، لما تخصم له يوم أو يومين معناها أنه لازم يلجأ إلى أنه يسد الطغرة هذه ممكن بعمل آخر أو بأعمال إضافية يقوم بها خارج اليوم. القدرة الشرائية راهي في وضع راهي وصلة لمستوى تدني رهيب. نحن في دراسات قمنا بها بأن الحد الأدنى للعيش هو أقل من الحد الأدنى للأجور 20,000 دينار جزائري، والحد الأدنى للأجور اليوم لأسنة مشي في الجزائر هو 20,000 دينار، يعني فارق تاع 6 ملايين بالنسبة لما هو مطلوب. إذن ما نفكر معا كيف هذا العامل أولا كيف يقدر يقوم بالعمل تاعه، معناها ثقافة العامل قدر، وبالتالي العامل اليوم راه موجود فقط جسم موجود في المؤسسة. ثانيا هو يفكر انه كيف يشكو بعمل اضافي، كيف يشتغل على المارشي باش يبيع اشياء باش يقدر يسد طغرات باش يوكل ولاده، وبالتالي ثقافه العمل قضينا عليها، يعني ثقافه الاجير يعني بان انسان يعمل وكرامته مضمونه اصبحت قضوا عليها. اذا اليوم الامر الخطوره راهي موجوده هنا، وبالتالي انا قلت نحن كنقابات نحن نسعى بقدر الإمكانات المتوفرة لدينا نعمل بقدر الآن نقول بأن يعني باستغل هذه الفرصة وأقول بأن هذين القانونين، القانون الأول تمت المصادقة عليه، قلت القانون الثاني تمت المصادقة عليه على الغرفة الأولى وعن قريب سيمرر عن طريق الغرفة الثانية. أقول بأن ما زلت مرحلة اللي هي لأن سيد رئيس الجمهورية أشار منذ البداية بأن القوانين يجب أن تكون مطابقة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وللدستور وتحترم القوانين. نحن نقول بأن هذين القانونين فيه خرق واضح
للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، فيه خرق واضح لضمانات الدستور، وبالتالي هي فرصة لمعارضة القانونين وإعادة النقاش من جديد بالنسبة للقانونين وإلغائهما، ونحن نطالب بسحبهما، ونقول بأن هذا الأمر سيؤسس مستقبلا إلى اضطرابات يتحملون مسؤوليتها، وإلى مشاكل وصراعات يتحملون مسؤوليتها، ونحن لن نقبل بهذين القانونين، وسنبقى نناضل إلى غاية إلغائهما وإعادة العمل النقابي إلى ما هو مضمون دستوريا، وإلى ما هو يرتقي إلى مستوى مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. جزيلا أستاذ مسعود بوديبال، أمين العام الوطني لكنابست. قناة 22 تبقى تحت تصرفكم أنتم وكل النقابات الأصلية والأصيلة والتكتلات النقابية التي تدافع عن حقوق العامل. شكرا لك أستاذ بوديبال، كنت معنا من الجزائر. أستاذ بعقبة، العلاقة بين النقابات والسلطة يجب عليها أن تكون علاقة صارمة دائما لفرض الضغط على السلطة لجعلها تحرص على حقوق العامل قبل أي قرار. في بلادنا نشوفوا بلي القرارات تاع السلطة جاية وكأن السلطة لا تلقي بالا لا للمواطن لا للنقابات لا للعامل. هل عندك إحساس كما عندنا إحساس باللي السلطة الآن راهي في أريحية، ولا تعلم بأن النقابات يخافوا منها والعامل يخاف منها والمواطن الجزائري كذلك يخاف منها سياسيا واجتماعيا؟ هو بالحقيقة السلطة المبرر تاعها اللي كانت تصادر حق النقابي في التنظيم نفسه في ممارسة الحقوق النقابية للعمال كانت تقول باللي هي جزء من الحركة العمالية، تقول باللي هي السلطة في أساسها منحازة للعمال، تقول أنا سلطة العمال وليس سلطة الباترونة ولا الحكايات هذه، بمبررات الموروث الاشتراكي اللي يسير البلاد من 62 للآن. لكن دائما يهدر الأستاذ بعقبة ويقول باللي من أولوياتنا الحرص على المستوى المعيشي للعامل الجزائري. كنا نهضر مع الأستاذ بوديبا كان يقول لنا باللي لازم 80,000 دينار جزائري للمواطن الجزائري باش يعيش موية، باش ما يكونش تحت خط الفقر، راهو يدي في 20,000، دونك يبدا شهر وناقص له 60,000، 6 ملايين ناقصين له. هيهات هنالك فرق كبير بين واش راهو يقول المسؤول الجزائري والحاله المعيشيه تاع المواطن. اي طبعا انا راني في هذه الوضعيه، راني في خط الفقر. يعني عمليا راني في خط الفقر كما يقول بوديبا، وعنده الحق الكلام هذا، لاني نحس بالامور. وأنا نقول لك باللي قلت لك باللي هذا المبرر اللي كانت تديره، لكن في المدة الأخيرة يعني في 3 سنين الأخرين هذو حتى هذا المبدأ سقط، قال لا احنا خاطينا، احنا العمال وحدهم والباترونة وحدها والسلطة وحدها، وما كانش، ولذلك عندنا ما نشوفوش الثلاثية، ما نشوفوش العلاقات بين الباترونة والحكومه، ولا العلاقات بين الباترونه والعمال. ما خلاص انت اختفت الحكايات هذه. و حتى العلاقات اللي كانت تربط بعض النقابات بالحزاب جمدت يعني تقريبا او انتهت الى طريق مسدود، وبالتالي المجتمع النقابي العمالي انتهى الى تفتيت. هذا التفتيت السلطة تعتقد بلي أنه يساعدها في السيطرة على المجتمع، سواء المجتمع العمالي ولا المجتمع العام، ولكن في الحقيقة هي راهي تخرب في وسائل قنوات التواصل مع المجتمع. يعني النقابات ولا الأحزاب هي في النهاية هي قنوات تواصل السلطة مع المجتمع. إذا كان ديكريبات ولا تسدت ولا اتقطعت ولا، معناها السلطه دعم انقطاعها على المجتمع. لكن السلطه ما تحسش او ما قدرتش قيمه هذا الانقطاع واثره المدمر عليها وعلى البلد، لان غدوه بامكانهم المجتمع العمالي او العمال يتجاوزوا
العلاقات تاعهم المسدوده ويتزاوجوا السياسات المسدوده ويتزاوجوا الانسداد مع الباترونه ويتزاوجوا الانسداد مع الحكومه ويروحوا الى تنظيمات موازيه ووسائل التواصل الاجتماعي الان مفتوحه وبامكان الناس تدعو الى اضراب عام في المؤسسات العموميه والخاصه وخارج إرادة العمال وخارج إرادة الأحزاب وخارج إرادة الحكومة وخارج إرادة الباترونة، وهنا ستجد السلطة نفسها في كارثة لم تكن في الحسبان لما عطلت وسائل اتصالها، عطلت القيادات تاع العمال والنقابات وكذا. هذه من جهة، ومن جهة أخرى هذه الحكاية تاع أنها النقابات مقريبية وحابسة، اغتنمت السلطة الفرصة وزادت الأسعار تفضل أستاذ بوعق، خير إن شاء الله. قلت لك لما تقطع القنوات تاعها مع المجتمع عبر النقابات وعبر الأحزاب، هي تضع نفسها في كارثة لا تقدر عواقبها. وتخيل معي غدوة واحد يدير بلاغ في 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 فيسبوك ولا في 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 يوتيوب ولا كذا ويدعو لإضراب عمالي خارج التنظيمات هذه، ويكون المطلب الأساسي تاعهم هو مشاكل البطالة ومشاكل القوة الشرائية ومشاكل، ستكون عملية الاستجابة خيالية ما تصورهاش لا النقابات ولا الحكومة. وهنا الكارثة، لأن الاحتقان العمالي والاحتقان الاجتماعي الآن لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة، سواء في عهد الحزب الواحد ولا في، وإحنا نعرفوا باللي العمال دائما يكونوا رأس حربة في أي انتفاضات قوية. إحنا شفنا في 5 أكتوبر كيفاش بدأ الأمر من مصانع رويبة يعني في البداية، وأيضا حتى الحراك نسبة كبيرة من الأمور كانوا العمال، ولكن كانوا خارج التنظيمات العمالية اللي كانت ملتصقة بالسلطة وتحولت إرادة العمال إلى لجنة مساندة لسياسات مهترئة سميت فيما بعد بأنها عصابات، وهي عصابات فعلا لأن قيادة العمال ولات جزء من العصابة وليست قيادة للعمال، حتى ولو كانت إلى حد ما تراعي بعض جوانب مصالح العمال. هنالك جهاز رسمي عمومي يرسل رسائل إلكترونية لكل المواطنين باش يقولوا لهم باللي غدوة كاين إضراب، هذا الدليل بأن الدولة تعطي وتولي أهمية قصوى للإضرابات وللنقابات في بلادنا. وكتاش وما هو الحل باش النقابات في بلادنا تولي تفتح عينها على هذه الحقيقة أنها قوة سياسية وليست جهاز يطالب برغيف العيش فقط؟ لما النقابات تروح إلى تنظيمات حقيقية، يعني تنظيمات قيادتها تعكس إرادة العمال المشتركين، لأن الآن أغلب القيادات العمالية سواء في الخاصة ولا في تاع الدولة ما تعكسش إرادة العمال، فيه تلاعب كبير، سواء تلاعب فسادي أو تلاعب مصلحي أو تلاعب انتهازي أو حتى تلاعب أمني داخل التنظيمات هذه. وبالتالي فالقيادات لا تعكس إرادة العمال في المصانع والمعامل سواء الخاصة ولا العامة، وهذه هي المشكلة، مشكلة تنظيمية أساسية، وهذا موروث ورثته النقابة تاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، موروث من عهد الحزب الواحد، لأن التزوير وعملية التخلاط داخل النقابة والسلطة هي اللي تعين من تراه مناسبا على رأس القيادات، سواء على مستوى الولايات ولا الاتحادات الإقليمية ولا حتى المستوى الوطني. هذه العمليات هي اللي ولات مدرسة في اتحاد العمال، وأيضا
خضعوها العمال اللي انسلخوا على اتحاد العمال وداروا اتحادات خاصه حتى هما ولو يمارسوا نفس الممارسات اللي كان يمارسها اتحاد العمال الجزائريين ضد العمال. يعني في النهايه ورثوا اساليب التنظيم الفسادي على الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما الاحزاب التعددية ورثت التنظيم الفسادي على جبهه التحرير. يعني فعلا الحكايه وهنا ما يحدث الان يمكن ينبئ بعاصفه هوجاء لا تبقي ولا تذر، لا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولا في النقابات ولا في حتى الامتداد تاعها في الولايات والبلديات. شكرا جزيلا استاذ سعد بوعقبه، شكرا للاستاذ مسعود بوديبه الامين العام الوطني لكنابيس، شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن الاصغاء والمتابعه. نبقى دائما تحت خدمه النقابات الجزائريه التي تدافع حقا عن حق العامل في بلادنا. ابقوا على خير، في امان الله. تنمرت.